الحقيقة دايما بيبقى نفسي ان انا ابدا معاكم بحاجة تدينا يعني ايجابية وامل، لكن في نفس الوقت حتى في الحاجات اللي بتوجع اللي بنشوفها بنلاقي فيها عبرة ودرس او رسالة ربنا بعتها لكل واحد فينا. الواحد النهاردة صحي يعني من الساعات الاولى في صباح اليوم النهاردة واتفاجئنا بخبر وفاة الفنان هيثم احمد زكي. الفنان احمد زكي الله يرحمه قد ايه كان قيمة وقامة كبيرة عند ملايين ملايين من المصريين، مكانته كلنا مش ممكن نتكلم فيها ولا نختلف حتى عليها. لكن الحقيقة الواحد ممكن يسيب لأولاده مكانة اجتماعية، ممكن يسيب لأولاده فلوس، لكن الأهم بيسيب لهم إيه؟ بيسيب لهم حب الناس، بيسيب لهم عيلة، بيسيب لهم إخوات، بيسيب لهم سند، بيسيب لهم ظهر، بيسيب لهم حد لما يقولوا أي توجعنا يلاقوه جنبهم ولا لا. الفنان هيثم أحمد زكي 35 سنة في عز شبابه. الحقيقة أنا مش هتكلم عن ظروفه المرضية واللي يعني أنا هقرأ معاكم الخبر اللي بيتكلم عن تفصيلة اللي حس بيه وراح للطبيب بتاعه وبعدها رجع بيته وكان تعبان، لكن الفكرة حضراتكم متخيلين إنهم ما يلاقوش حد يروح يستلم جثمانه من المستشفى عشان يروح للمسجد وتقام صلاة الجنازة عليه؟ يعني قد ايه الوجع اللي في الكلام اللي الواحد بيقوله وبيقراه. واحد اتولد وعاش طفولته وفي سن مبكر جدا بقى يتيم الام، وبعدها وهو لسه في شبابه يبقى يتيم الاب، وبعدها ما يبقاش عنده ناس ولا عيله رغم من محبه الجماهير ليه سواء لشخصه كفنان او حتى لمحبه الناس كلها للفنان احمد زكي الله يرحمه او لوالدته. لكن برضه في الآخر تعالوا نشوف كده اللحظات الأخيرة في حياة البني آدم لما يمكن يحتاج حد يلحقه وهو تعبان ومتألم أو ينقذ حياته وما يلاقيش. صدقوني الوحدة نفسها ممكن تقتل الواحد، يعني ممكن هي اللي تعجل بعمره بحياته أكتر من المرض نفسه. ياما ناس عندها أمراض وقادرة أنها تتعايش معاها في وسط عيلة وناس بيحبهم وبيحبوه بيلحقوه بيجروا عليه لما يتوجع ولا يقول كلمة أي، وناس تانية يمكن المرض اللي عندهم بسيط أبسط من أمراض تانية كتير كتير جدا، لكن وحدته تقتله وتموته جو الفراغ اللي هو عايش فيه. أنا بقول كده عشان أقول لكم العيلة الناس اهتموا بالأسرة، روحوا لأي حد من علماء الفلسفة والمنطق وعلماء الاجتماع وعلماء النفس واسألوهم هيقولوا لكم عشان يكون عندنا مجتمع سليم وقوي ومتين لازم يكون عندنا أسرة، أسرة سليمة وأسرة متينة، أسرة فيها ناس بتحب بعض. تشوفوا النهاردة قد إيه أسر متفككة، قد إيه أباء وأمهات مختلفين ومش عايشين مع بعض، قد إيه ممكن يكون أب يتوفى أو أم تتوفى والطرف التاني يتجوز والأولاد يبقوا ضحية وفي الآخر يعيشوا في وحدة وفي عزلة. ممكن يكون في إخوات مع بعض يعني يمكن في بيت واحد وما بيكلموش بعض، يمكن الظروف تخلي الإخوات كل واحد يتجوز ولا يسافر ولا يبقى في حتة وما يشوفوش بعض. الإخوات، هرجع أقول الإخوات والعيلة، شايفين حضراتكم يعني في دي بعض المشاهد من جنازة الفنان هيثم أحمد زكي. محدش يقدر يختلف على محبة الناس ليه ولوالده، بس الحزن الأكبر اللي هتلاقوه في عيون الناس اللي انتوا شايفينهم اللحظات اللي النقابة تقول إن هي اللي هتستلمه من المستشفى عشان ما فيش حد من أهله راح يستلمه. اي وجع واي مرار افتكروا اللحظه دي، يعني يا ريت النهارده الخبر ده انا بدات بيه عشان اقول انها رساله لينا كلنا. انا مش بوجه رساله لحضراتكم بس وانا اولكم، رساله لينا كلنا. تخيلوا اللحظه دي اللي كلنا هندقها وكلنا هنعدي بيها، كلنا هنموت، لكن يا ترى هتموت وانت لوحدك ولا هتموت وانت حواليك ناس بتحبك؟ العيله والاسره الاخوات الأصحاب، اعملوا عيلة حلوة، اعملوا أسرة تحب بعض. لو انتوا لسه ما بتسألوش على بعض ولسه متخاصمين، افتكر النهاردة ممكن من خلال الحدث اللي حصل النهاردة تكون رسالة، يلا نتصالح، يلا نجري نكون مع بعض، يلا اعملوا عيلة حلوة، يلا خلوا الحب كده في وسطينا عشان لما نتوجع نلاقي بعض نسند بعض وندفي بعض. خلونا نخرج مع حضراتكم دلوقتي نشوف جزء من جنازة الفنان هيثم أحمد زكي.
في النور الحقيقة تبان. في النور الحقيقة تبان.